الرحمن الرحيم. بالمحاضرة السابقة خلنا الستيم كوندنسر وعرفنا شنو هو الستيم كوندنسر وأنواعه، وأخذنا مسائل، أخذنا التحليل الهندسي والكالكوليشن أوف ستيم كوندنسر وحلينا عليه مسألة، مو صحيح؟ فاليوم نكمل ما تطرقنا عليه في المحاضرة السابقة. أخذنا المثال الأول، ناخذ المثال الثاني لأنه به فكرة، وعندنا بعد مثال هم ناخذه اللي هو الرابع حتى يكون عليكم واجب مثل ما قلت لكم. المثال 12، العفو السؤال بالأخير 12 و15 يكون هومورك، ماشي؟ فهسه من يقرأ لنا المثال؟ المثال الثاني صفحة 8. شاهدنا كوندنسر ايش منطينا المعطيات؟ اول شيء منطينا شنو هي هاي؟ شنو نسميها؟ قلنا المنطينا اياها اتش في، مو في في نسميها اتش في لانه احنا هسه حاليا هي ارتفاع عمود الزابق، بعدنا ما من نحولها تصير بي في. الافضل تقدر تسميها بي في بس بعدين اول التالي تحولها، لانه هسه حاليا هي هيد تعتبر مثل ما قلنا ارتفاع عمود الزابق بالمقياس. فالاتش في قد نطلعها؟ 70 سنتيمتر. زين، وين بارومتر ريدنج؟ 76. ها الاتش بارومتر اللي هو يمثل لنا الضغط الجوي 76 سنتيمتر، او شنو هذا؟ طبعا سنتيمتر ها اتش جي اتش جي هذا يعني بالزابق، مو يعني مو ووتر يعني ولا غير شيء، هذا زابق. temperature of 30 centigrade. هذا T condenser منطينا اياها 30 درجة سيليزية، درجة الحرارة داخل الكوندنسر. Air leaks. Into condenser. 1 كيلوغرام بير كملها 2500 كيلوغرام او ستيم. اذا ايش منطينا؟ منطينا نسبة راح تفيدنا ان شاء الله بالحل مثل ما راح تشوفون. منطينا الام يساوي لنا 1 إلى 2500 كيلوغرام اوف ستيم. كيلوغرام اوف ستيم يعني شنو معناته؟ منطينا يقول لك الهواء شنو؟ يتخلل يعني ليكس يدخل، ماكو قلنا يصير اكو ليكات بالستيم كوندنسر، فالهواء يدخل بكتله مقدارها 1 إلى 2500 من الستيم. يعني شوف الهواء اللي داخل مو بالهواء اللي داخل بالستيم، لا الهواء اللي داخل شنو ليك يعني ليكات يعادل 2500، يعني كل واحد كيلوغرام يعادل 2500 كيلوغرام من الستيم. زين شنو بعد؟ شو عندنا؟ وين وصلنا؟ شو يريد كالكوليت؟ The capacity of air pump per kilogram per kg of steam. For removal from steam entering condenser. شو يريد؟ يريد الكاباسيتي اوف اير بامب. شنو معناته؟ السعه شنو معناته؟ السعه الحجم. من يقول لك سعة؟ دائما سعة معناتها الكباسيتي مضخة، حجم المضخة، سعة المضخة معناتها الفوليوم، حجم المضخة. فيريد من عندنا الفوليوم مال المضخة، يا مضخة مضخة الهواء بيش يريد الحجم؟ شوف بمن يريده؟ كيلوغرام بير كي جي اوف ستيم. شنو معناتها هسه؟ واحد هسه صارت عنده فكرة بباله؟ يريد الحجم بس بير كي جي اوف ستيم، شنو معناته؟ الحجم بيا وحدات حجم متر مكعب بس يريد شنو؟ بير كي جي اوف ستيم. اذا نشوف هاي النسبة ما راح نستعملها، يعني هاي الكي جي اوف ستيم راح تظل ويانا بالحجم. نعم معناته راح تدخل هاي الام تدخل بالحسابات
فالفوليوم راح يصير متر تكعيب على كي جي اوف ستيم. ليش؟ دلالة الكي جي اوف ستيم. واضح؟ واضح؟ زين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني. accompanying يقول لك the mass of water vapor accompanying يعني شنو المصاحب accompanying this air يعني كتلة البخار اللي يخرج وين احنا طبعا قلنا البام كيف تسوي البام تسحب لنا الهواء تسوي لنا vacuum تسحب لنا الهواء واكو هواء يدخل متخلل يتخلل طبعا البام قلنا وظيفته تسوي لنا تخلخل تسوي لنا vacuum داخل الكوندنسر توصل الى مرحله شنو وظيفتها بالاخير شو تسوي من تحافظ على الفاكيوم يبقى الفاكيوم ثالث اللي هو مقداره 70 بعد ما يتغير تبقى وظيفه الاير بام شو تسوي لنا شنو الاستمرار اي هو مستمر زين وبعد اكوليكات شنو وظيفتها الليك اللي يدخل مقدار الهواء الداخل بسبب الليك ماكو نفسه ايش يسوي له طلع اصلا واضح اذا من نشتغل على اللي داخل نفسه الخارج شغله نفسه من قال لي الام الداخله هذا مقداره راح استخدمها للخارج المضخه يعني صحيح من راح اخذ الام اي اقول الداخل داخل اللي يساوي الخارج المضخه صح لو غلط صح شغلي هذا هاي لازم تفهموها انه البام نفسها راح شو تسوي لي ساعد على خروج الهواء اللي داخله بسبب الليل سبب التخلل ما اقول لي التسرب نقول التسربات صار عندي نفسها البام راح تساعد على خروجها اذا هاي اول نقطه انه راح احتاج من هاي الام اي فمنو عنده فكره شلون حل السؤال هسه هو شو يريد البدايه يريد الفي اي يريد الفوليوم اول شيء يريد volume of pump القانون العام للغازات هذا اللي نريد نحل عندنا PV يساوي لنا MRT زين ايش نحتاج احنا شنو المطلوب عندنا عندنا الفي اي الام اي مين اجيبها الام اي موجوده بدلاله مين كيلوغرام اوف ستيم راح اجي نفسه لانه هو اصلا يريد الحجم هم نفس الشيء العفو بدلاله الكيلوغرام اوف ستيم اذا اقدر انا استعمل الام هنا اوكي اقدر استعمل قلنا نفسه الداخل نفسه الخارج لا مو نفسه نفسه لان البام شو شغلها حافظ عليه هذا وصل مرحله الفاكيوم وصل مرحله اول ما اشتغل خلينا نقول اشتغلت المضخه كان الكوندنسر بعده استوى يعني ضغط مالته وضغط جوي كان اول ما اشتغلت سحبت 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 الان ها استقر بعد شنو قام يدخل ويخرج نفسه واضح فاحنا من وصلنا استقرارها هاي حساباتنا باستقرار المضخه يعني بالحفاظ على هاي النسبه ثابته مال الفاكيوم اذا البي اي والفي اي والام اي هن نفسهن الداخل والخارج التي نفسها هم موجوده التي هي نفسها تي الهواء اللي يدخل الكوندنسر طبعا درجه حرارته نفس درجه حراره الكوندنسر الار هو الثابت العام للغازات الام اي موجوده يبقى عندنا الفي اي والبي اي الفي اي احنا نريده البي اي مين نجيبه؟ ايش عندنا؟ شلون نستخرجه؟ بالبدايه احنا شو نستخرج؟ بي سي بالبدايه ها بي سي البي سي شو يساوي لنا؟ في بارومترك ناقصين في فاكيوم زين احنا ايش منطينا هنا منطينا ما منطينا بي منطينا اتش شلون راح نحوله راح نجي شو نقول الاتش في اللي هو 70 مو العفو 76 ناقصا 70 هذا بيا وحدات بالسنتيمتر لازم شو اسوي له احوله هذا قبل ما يعني هذا بالبدايه خلينا نجي على وحده قبل الباسكال هذا بيا وحدات بالسنتيمتر خلينا حول المتر انا شو اسوي له قسمه على 100 قسمه على 100 زين بعد في 13
اش عندي انا البي شو يساوي للبي قلنا يساوي لنا رو جي اتش طبعا هاي الرو المن للاتش الرو مالتي هنا لقيت 13600 انا راح احولها بنفس الوحدات نقدر طبعا نكتبها قبل 13600 نفس الشيء 13600 تقدر تكتبها 13600 تقدر طبعا تكتبها بوحدات اللي هو مثل ما منطق اياها بالمساله ومحولها بس هنا انا هسه رايس انا بوحدات المتر تكعيب على العفو كيلوغرام على متر تكعيب مباشره راح تتحول كيلوغرام على متر تكعيب زين 13600 بعد ايش عندنا هسه شو بقى عندنا تعجيل الارضي مضبوط هو ما اخذها بالبوينت ما اخذها بالبوينت او بوينت او ونعرفه في 6 وضاربها في 10 او 6 فنفس الشيء اذا تاخذها نفس الشيء هو تحويل وحدات يعني بكيفك هذا قيم مكتب هالشكل تاخذها هالشكل المهم اريد النتيجه مضبوطه اذا لهنا اوكي اوكي ايش قد الناتج؟ ايش قد الناتج؟ 8400 ايش قاعد نطلعه هو بالمسألة؟ نفس الشيء؟ 8002 نطلعه هو. 8004. اي نفس الشيء قريب. 8 بوينت يعني 8 8003 هنا بالهذا لأنه بي بوينت 6 و 7. 8000 إذا 8000 قسمة على 1000 لأنه هذا بالباسكال قسمة على 1000. اذا هو 8 كيلو باسكال كافيه 8.8 8 كيلو باسكال كافي اكتب هالمقدار هذا لانه هاي الصفرين ما تفيدني يعني بالجداول وبالهاي ما احتاجها اذا هسه شو عندنا المعادله مالتنا الثانيه البي سي شو يساوي لنا بي اي زائد بي اس باعتبار قانون دالتون للضغوط الجزيئيه ضغط الكوندنسر يساوي لنا ايضا ضغط الهواء وضغط الستيم وين هاي؟ داخل الكوندنسر احنا عندنا طبعا داخل الكوندنسر قلنا هواء وستيم مو صحيح؟ احنا هسه شو نريد احنا وين؟ احنا نريد البي اي واضح البي ستيم سهل نقدر نطلع سهل علينا اذا شو نقول؟ نقول روم saturated steam table at T condenser ساوينا 30 درجة سليزية هذا يؤدي إلى ال PS شو يكون ناو ال steam table شو يكون ناو عند الدرجة 30 ايش قد 4.246 كيلو باسكال مو؟ ايش قد مصمص بالله هذا طالع عندنا؟ 4.246 زين لهنا البي اس عندنا موجود والبي سي عندنا موجود صار؟ طلع البي اي اذا البي اي صار عندنا معلوم البي اي نطرح واحد من الثاني ال بي اي 3.757 كيلو باسكال هذا ال بي اي موجود هسه نقدر نستخدم القانون العام الغازات بي بي ام ار تي حتى شنو نستخرج الفوليوم واضح اذا نطبق القانون العام الغازات ليش نستخدم القانون العام الغازات لانه الستيم الستيم يعتبر غاز يعتبر غاز فنقدر نطبق عليه القانون العام باعتباره غاز واضح مثل ما العفو هنا الهواء هنا عندنا مو ستيم العفو هنا عندنا هواء الهواء هو يعتبر غاز مثالي فالهواء نقدر نطبق عليه القانون العام للغازات زين هسه شنو نجي نريد الفوليوم احنا نريد الفوليوم الفي اي شو يساوي لنا؟ ام ار تي على بي
M-A-R-T على D-P-A. الآن منطينا إياها طبعاً واحد على خمسة. راح أقسمها، هو مقسمها جيت تطلع صفر 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 صفر, صفر أربعة مو في ثمانية سبعة مو هاي بوحدة الوحدات الكبيرة. تخليها نسبة مو هي نسبة، هي نسبة تخليها هي 1500 واحد على 1500 يعني السؤال هو لا واحد مقسمها على 2500 عادي يعني تستخدمها هاي الشكل نفس الناتج تيجي تخليها رأسا هنا نفس الناتج بس الواحد قسم عليه يعني واحد كيلوغرام إلى كل 2500 كيلوغرام من الستيم هنا من قسمها صارت يعني هذا المقدار شو يمثل لك منقسمه يعني هذا 2500 صارت واحد يعني هاي من صارت هالشكل ايش صارت هل قد مقدار هذا المقدار من الهواء يعادل شنو ايش قد ستيم واحد كيلوغرام من ستيم منقسمه من كانت هالشكل واحد كيلوغرام من الهواء عادل 2500 بس من قسمها واحد على 500 قسمها طلع يعني الناتج مالتها بس الناتج فايش طلع عندك يطلع عندك باعتبار هاي 2500 صارت واحد وهاي قسمناها على 2500 قد صارت هذا المقدار واضح رياضيات حساب عرب فهاي شنو هسه هاي تعادل لي واحد كيلوغرام من الستيم يعني هل قد يطب هواء يطب مقابله واحد كيلوغرام من الستيم اضرب الاثنين في 2500 هاي السير 2500 هاي السير جيد واحد ترجع القديمة عرفت شلون فعادي يعني نسبة وتناسب 2500 قسم هاي ما يعني نفس الشيء ما تأثر على المقدار أثر المقدار نفسه زين ايش عندنا هسه 303 عندنا هنا التي طبعا بالمطلق مو تاخذ سيليزية هاي غلط يعني يصير عندك غلط بالسؤال اذن 303 ايش قد عندنا درجة الحرارة 300 303 باعتبار 200 73 زائد 30 والبي اي احنا مستخرجيه ايش قد البي اي 7.5 واضح هنا هاي الوحدات بالكيلو جول هنا نفس الشيء بالكيلو باسكال فهنا لو ما اخذها 287 ونضرب هاي ب 1000 يعني الوحدات دائما سووا يعني مطابقة ملائمة بين البسط والمقاومة بين الجهتين دائما نشوف الطلاب يعني صفحة ياخذها كيلو جول صفحة بالجول ما اعرف ليش صفحة كيلو باسكال صفحة باسكال من يساوي مثلا معادلة الطاقة عنده او اي يعني شفت الحلول مالتكم بالتجارب اي مقدار اليوم مثلا يخليه بالمعادلة بالكيلوات يطلع لي الناتج يكتب عليه واط زين انت اليوم استخدمت كيلوات شلون يطلع لك الناتج بالواط؟ فيعني دائما نوال الوحدات لا تستهينون بها، الوحدات مهمه تغير ناتج يعني هذا الالف يعني مو فد رقم الالف هذا انت جاي عندك مقدار الخطا مالتك هو الف فهذا يعني مقدار يعني مو سهل الف يعني هواي ماشي؟ فهاي ركز شويه بها حتى الناتج مالتك يكون دقيق امام المصحح ايضا لا كان غير مصحح شو اي لا انا نفسه ما مقسمه نفسه ما مقسمه لانه باعتبار هاي اذا تاخذها هالشكل المفروض تضرب هذا ايضا ماشي لكن هنا احنا ما دام اخذنا هاي الوحدات الكبيره هنا نفس الشيء هاي هاي حتى نحول السنتيمتر الى متر الرو اخذناها راسا بالمتر تكعيب هنا عندنا متر حولنا هنا لازم متر تكعيب هنا كيلوغرام هو بالكتاب ايش ما اخذها كيلوغرام بالملزمه كيلوغرام على سنتيمتر تكعيب كيلوغرام على سنتيمتر تكعيب كيلوغرام على سنتيمتر تكعيب لا تتحولها على سنتيمتر تكعيب شو تسوي لها هاي كون شو تسوي لها هاي شلون احولها؟ اذا اخذها على كيلوغرام انا هاي الوحده اللي ما اخذها هو هالشكل مو؟ صح؟
صفر واحد ثلاثة ستة ما قبل بس بوحدات ايش كيلوغرام على سنتيمتر تكعب اذا اريد احولها شو اسوي لها ها ايش عندي انا سنتيمتر بالمقام شوفه تبل هذا الشيء لانه هاي مو هاي كثافة كيلوغرام على سنتيمتر تكعب دائما خلي الوحدة قبل ما تحول خليها قدامك تبه هنا خلي الوحدة قدامك قدام عينك السنتيمتر من اريد احوله للمتر شو اسوي له اقسمه على ايش قد على 100 انا راح اقسمه على 100 بس انا ايش عندي سنتيمتر شنو بس 3 اذا هاي 100 اخليها 3 معناتها 100 في 100 في 100 يعني 10 اس ايش قد 6 6 اصفار هاي ايش بيها شوف المقام المقام اصعد لي فوق الان هذا في 10 اس هذا نهاية تنضرب في 10 على 6 راح تطلع لك نفس هاي ماشي زين ايش قد المقدار هنا يطلع عندنا 9.106 في 10 على 3 شنو عندنا متر تكعيب على كيلوغرام مو كيلوغرام او ستيم مو كاتب كيلوغرام في ستيم كيلوغرام لا كاتب صحيح كيلوغرام أو في ستيم هذا يعني دولات أكثر غلط بالمنظمة بالداخل داخل المربع كاتب بعدين كيلوغرام أو في ستيم طبعا هاي ليش ظلت كيلوغرام أو في ستيم ليش ظلت كيلوغرام أو في ستيم ليش لأنه عندنا هاي الكتلة شبيهة ها كيلو جول كيلوغرام العفو على كيلوغرام أو في ستيم ما دام عندنا كيلوغرام على كيلوغرام أو في ستيم هاي ظلت عندنا الكيلوغرام اوف ستيم ظل هاي ظلت العباره ويانا هو اصلا هم رايده هو ذاك ماشي زين شو يريد بعد المطلب الثاني حامد وين وصلنا يريد the mass of water vapor accompanying this air يعني شو يريد يريد كتلة البخار ماس اوف ووتر بيبر اللي مصاحبه ويا من مصاحبه الم الهواء 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 احنا ايش عندنا دقيقه ايش عندنا احنا عندنا اصلا ال قلنا الهواء اللي يخرج نفسه اللي المضخه شو تسوي له هاي السحبه قلنا شو يخرج وياه هواء اساد الدين البخار اه يخرج معه بخار هذا البخار شو نصيح له بخار غير متكثف احنا دائما نحاول انه ما نخلي هذا البخار يخرج بس لازم يخرج لازم نسبة بسيطة من البخار تخرج هذا البخار ما متكثف بخار جاف ليش يخرج ويا الهواء يشيل الهواء لانه جاف هو مثل الهواء ما بي يعني رطوبة ما بي خلينا نقول قبل ما بي مو مكتشر حتى بي ذرات ذرات ماء خلينا نقول بداخله مكتشر حتى يكون ثقيل وما يسحب الهواء هذا جاف فمن جاف هنقول يعني قريب للجفافيه كلش يعني اعتبره جاف من جاف خواصه شنو وين صاير هذا وين هو خواصه وين صار جاف اي ما دام جاف وين سوبر هيت وين هو جاف هو داخل الكوندنسر يعني ما ممكن سوبر هيت على خط التشفى على خط التشفى هذا الستيم الستيم اللي يخرج او الووتر فيبر اللي يخرج وين نعتبره؟ على خط التشفى دراي ساتشوريتد اذا مو جاف هذا هم جاف هذا جاف مشبع يعني استوى وصل جاف هو وصل هذا نا جاف بس يبدي يتحمص يعني نا من وصل ايش بيه؟ بس بعد يعني في لا ما بي نا صفر واحد نا الاكس هنا ايش قد؟ الاكس هنا ايش قد؟ واحد بس واحد معناته كسر جفافيه واحد يعني كسر يعني رطوبه اليد مالته صفر 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 بس شنو هنا يعني كريتيكال ابحاث اما يصعد سوبر هيتد او ينزل مكتشر فاذا عندنا النقطه مالتنا وين الفيبر اللي يخرج يقول لك مع المضخه لازم هاي دائما خليها ببالك هو دراي ساتشوريتد فيبر ماشي هذا دراي ساتشوريتد فيبر زين ايش عندنا هسه هنا احنا ايش عندنا احنا نريد ايش رايد الام مال هذا البخار اللي يخرج الام فيبر نسميه الام شو تساوي لك
ساوي لك ال V على ال V على ال V النوعي مو مو صحيح لو بالعكس كيلوغرام متر تكعيب على متر تكعيب على كيلوغرام كيلوغرام صعد لفوق صحيح زين احنا ايش عندنا هنا هسه شو نريد نريد النوعي نوع طالع ننجي اسمه النوع منين نجيبه النوعي نوعي في جي هذا الفي راح اقول في للبخار النوعي شو يساوي لي في جي شوف في جي لو في جي هنا يسال لنا بخار في جي ات فروم هنا فروم سات تيم تيبل ات تي يساوي لنا 30 سيليزيه هذا يودي في جي الحجم الكلي مطلع ناس 33.9 متر تكعيب هذا كيلوغرام عكس الكثافه وحده الحجم الكلي مطلع هسه راح نجي احنا ايش عندنا هسه هذا صار عندنا معلوم احنا الكتله نريدها ايش بقى عندنا بقى عندنا الحجم حجم زين احنا الحجم هذا ايش عندنا شو مطلعين حجم الهواء اللي نفسه حجم ساعة شنو كان ساعة المضخة هو يخرج ويا الهواء نفس الحجم لو نفس الحجم ما طول عندك انت المضخة المضخة نفسها الهواء خارج ويا نفس الحجم نفس الساعة الضغط دائما الجمع الضغط شلون قبل شوية من قلنا الضغط هنا جمعنا هنا الضغط بالنسبة للكوندنسر هنا بالنسبة للمضخة الحجم بداخل المضخة من تسحب نفس الحجم الحجم اللي يشغل الهواء واللي يجبل الووتر نفس الحجم اذا الحجم هذا ال في اي شو يساوي لنا شو يساوي لنا اذا ال في اي ال في اي نكتب يساوي لنا في فيبر اذا هذا ال في نفسه هو ال في اللي حجم الهواء نفسه اللي حجم سعه المضخه اللي قلنا مضخه الهواء نفس الحجم هذا لهنا اوكي اذا راح نعوض هنا هذا يؤدي ام في شو تساوي لنا ايش قد هذا احنا عندنا استخرجنا 9.26 في 10 بس ناقص 3 على 3 2 8 9 8 9 او 7 9 هنا عندي ايش قد استخرجنا هذه شو جدول نفس الشيء يعني انتم امشوا على اللي تستخرجوا اي نعم اي هاي ما يعني بيها شوية اخطاء امشوا على الستيم تيبل ما لكم علاقة بالنظر على اللي شو اسمه ما لكم الجداول الستيم تيبل النتائج مالتها افضل ما لكم اخوة اغلاط بيها بسيطة مطبعية زين ايش عندنا هسه الناتج 2.82 في طبعا هذا الناتج اكيد هم بيتغير راح يصير شيكوا كيلوغرام على كيلوغرام اوف ستيم شوف ظلت ويانا هاي النسبه لو ما ظلت ظلت ويانا ليش انه هو اصلا مطالع فرقم سالب 10 سالب 4 سالب 4 ولا سالب 4 سالب 4 سالب 4 هذا المقدار ايش قد يطلع؟ 1 هذا هنا شو يكتب الحاسبه جيد أذن لهنا احنا استخرجنا جميع المطاليب اللي يريدين بالسؤال سهل السؤال مو ما بي شيء او فكرت سهل مفهومة ما بي شيء يعني واضح زين السؤال الثالث نفس الشيء المثال الثالث عليكم اقروا اذا عندكم بي اي سؤال انا موجود ان شاء الله السؤال الرابع بي شوية اختلاف بسيط هذا يعني مر عليكم السؤال راح نحل مثله راح نحله هاي الفكرة اعتقد مر عليكم موجودة بال يعني يمكن بالتجميد بالتكييف شغل الكومبريسر السيتروب مثل ما قال زميلكم اي سي ما ماخذين التوب يعني خلينا نقول افكارها قريبه عن ماده الاي سي محركات الاحتراق الداخلي
بها هكذا نوع من المسائل. امسحها صفورة. يا مثال هذا غير رقم أربعة صفحة مثال أربعة طلعونا صفحة 11 من يقرأنا غير حامد الحين مثال الرابع صفحة 11 أنا سيرفس كوندنسر. شنو سيرفس كوندنسر؟ بعد. سيرفس كوندنسر. ها؟ سيرفس كوندنسر شنو؟ ممكن ناخذ سيرفس كوندنسر وكو جت كوندنسر وكو بابريت كوندنسر. هذا نوع ثاني. يعني هسه جاب لكم سؤال دختم قلت لكم على كم اسم النوع الثاني الاسم الاول شنو هو نون ميكسينج وسيرفس كوندنسر وبعد دايركت نسيتو من قال لك سيرفس كوندنسر يعني معناته هو النوع الثاني خلي بالك انه هو النوع الثاني من شرحناه سلسلنا الاول الثاني الثالث فهذا هو النوع الثاني سيرفس كوندنسر مو سطح معناته شلون حكي هذا فاذا انا سيرفس كوندنسر اوبريتنج ويز شنو ستيم شنو توربين ستيم توربين يعني اكو ستيم توربين او كوندنسر هذا المحطه فخاريه فاكيوم نير اوف اير بام نير شنو ما فهمتك نير انلت اوف اير بام ايش قد ها منطيني الفاكيوم ايش قد الاج فاكيوم 69 69 شنو سنتيمتر اتش جي زين وين بارامتريك الاتش بي اي 76 سنتيمتر اتش جي زين شو منطيني بعد مطيني تي تي كوندنسر قد منطيني اياها 30 طبعا ما يعطيك درجه حراره الهواء نفسها او درجه حراره الكوندنسر هي نفسها تاخذ دائما يعطيك درجه حراره الكوندنسر هي نفسها درجه حراره الهواء نعم ودرجه حراره الهواء من يعطيك اياها هي نفسها تعتبر الكوندنسر إذن temperature at inlet of vacuum pump is 30 degrees centigrade يعني معناته درجة حرارة الهواء داخل البام هي 30 ماشي؟ زين air leakage accures يحدث at the rate الهواء المتسرب يحدث at بنسبة شقد 60 إذن شنو هاي شنو هاي النسبة؟ شو أسميها أنا؟ شنو طاني؟ ها شنو هي شنو عشان نزل ها شنو هي كتله منو الهواء كتله الهواء هذا المنطيني الام اي شو تساوي لي 60 استاذ كيلو غرام على على ساعه ماشي شو مش منطيني هنا مو مثل اني شرقواني هذا منطيني اياها امدود منطيني اياها بالنسبه للزمن يعني خلال فتره زمنية مقدارها ساعة واضح شرح ليش منطيني اياها شو الصراحة نجي بالحل نعرف ليش اعطاني اياها كيلوغرام على ساعة ليش ما اعطاني كيلوغرام هالقد مقدار من الستيم شلون قبل شوي اعطاني اياها المقدار بالنسبة للستيم هالمرة اعطاني اياها ساعة زمن راح نجي شوف ليش نحتاج وين راح نحتاجها شلون راح نجي حل سؤالنا نعم تفضل ها the turbine يريد the capacity of air pump in دائما شوفوا in ضاع هاك وشغلات نعطيكم اياها مو بس تروح capacity وشكل قال لك in ما هو على الوحدات وحدات تفيدك بالحل ترى in متر شنو تقعيد على ساعة على انت
انت دائما تمشي على منطوق السؤال مثل ما هو يريد، مثل ما هو يريد تحل. يعني مثل راد الوحدات بالدقيقة تطيها بالدقيقة، هذا بالثانية بالثانية، هذا بالساعة تطيها بالساعة، ماشي. اذا الراد كاباسيتي اوف اير بام قلنا هي فوليوم، بس هناش بي مقسم على شنو الفوليوم؟ ها؟ على الوقت. قسم على الوقت مقدار ساعة، يعني الفوليوم بمقدار ساعة. يعني ايش قد انا هواء اخرج بالمضخة احسب ساعة اعرف ايش قد مقدار، يعني الكتلة اللي البام تخرج لي اياها من الكوندنسر، ها؟ بمقدار ساعة من الزمن. واضح؟ وصلت عندكم الفكرة؟ نعطينا هاي الرقم. اذا هي نقدر نعتبرها شنو هاي؟ ما طول هي فوليوم على زمن، شنو نسميها احنا عندنا؟ مش متعلمين من الفوليوم عندنا على الزمن، شنو نصيح له؟ فوليوم على الزمن شنو نسميه؟ قبل شنو نسميه؟ عدد التدفق الحجمي. تدفق؟ سميه تدفق اللي انا رمز له شنو؟ اليو. مو انا رمز له كيو رمز له؟ بالفلويد شو تسحوا له؟ تسحوا له كيو، ماشي؟ اذا هو تدفق، تدفق حجمي. زين. هنا سميناه، هنا كيلوغرام على زمن سميناه امدود، بس من متر تكعيب على زمن سميه تدفق، ماشي؟ اذا هو شي يريد التدفق الحجمي، تدفق الحجمي كيو. حجمي اوف فيبر اكستراكتد شي اند شنو؟ اند ماس اوف فيبر نفس الشيء. شي يريد همين؟ بدل قبل شويه يريد البخار الخارجي نفس الشيء. اهم مقدار كيلوغرام على ساعه. زين. بعد المطلب الثاني هسه نجي على المطلب الثاني، خلينا نستخرج المطلب الاول. زين. شلون راح نحل السؤال؟ نفس الشيء مو؟ هذا شو نسوي هسه؟ بي في ام ار تي نحتاج شنو؟ نحتاج البي، ايش راح نسوي؟ راح نجي بي سي، شو يساوي لنا؟ بي باكيوم ما يساوي لنا؟ 76 ناقصة 69 في 10 سالب 2 في 13600 في 9.81 يطلع 9.336 كيلو باسكال. هذا البي سي موجود. البي اس من الجدول عند درجة الحرارة روم سات ستيم تيبل ار تي يساوي لنا 30 مو؟ معطيناها؟ نعم. بي اس شو يساوي لنا البي اس؟ 4.2 4.6 كيلو باسكال. زين هذا يؤدي الى بي سي يساوي لنا بي اي زائد البي اس، والبي اي يساوي لنا شقد؟ شقد مستخرجه؟ 5 نطرحها 1 من الثاني 5.09 كيلو باسكال. اذا صار عندنا معلوم البي اي، راح نجي نطبق معادلتنا العامه للغازات. بي في يساوي لنا ام اي ار تي اي. زين احنا شو نريد؟ نريد الفي مو؟ ام ار تي على الفي. ليش نريد الفي؟ شو نسوي بالفي احنا؟ حجم المضخة. اللي هو نفسه حجم الهواء الداخل خلال ساعه، نفسه الحجم الخارج خلال ساعه، اللي هو منو يخرج لنا مضخه بسبب المضخه. اذا ساعه المضخه هي نفسها الداخل خلال ساعه، نفسها المضخه السحبه خلال ساعه. اذا بي في يساوي لنا شنو؟ شو اسمه باست مقام ام اي ار اي ار تي العفو على بي اي على بي اي. شو يساوي لنا؟ ايش عندنا الام اي؟ معطينا اياها 60 حول لو مبقي. لا ليش؟ لانه هو ايش رايده؟ رايده بالساعه. زين في 303 303 باعتبار حولناه قبل. البي موجود عندنا 9 جد يطلع لنا هذا الناتج؟ استاذ 10.1025 شيكه بالحاسبه مالتك؟ 10 بوينت واحد. هذا شنو هو؟ سعد
ساعة المضخة أو تدفق الحجم خلال ساعة من الزمن. هذا من يقول هذا المضخة يعني من نجي حسن نحسب يعني حساب المضخة شلون تشتغل شلون صار عندنا هذا الرقم من مين يجي المضخة شلون هي مضخة فرددية طبعا شنو معناها حجم البستم استاذ حجم البستم هذا كله حجم البستم لا استاذ البستم ولا هاي شوي ظل كله لا كله لأن محسوبات بس شنو بعد شو أنا أوصل لهذا الرقم من خلال المضاد أستاذ بالساعة أستاذ بالساعة إيه شنو الربط حسب البستم هو هو عدد الدورات عدد الدورات بالساعة ستروك هو الدورة ستروك ما نعتبرها دورة صح لا غلط ثم ما من ايسي فالستروك نقدر نعتبرها ايضا دورة ف كم ستروك بالساعة؟ بالساعة ها؟ بالنسبة للمضخة نضربها في حجم الستروك الواحد ستروك الواحد في هل قد رقم ستروك في الساعة؟ أو دورة خلينا نقول في الساعة؟ مو؟ نعم شو طلعنا؟ طلعنا رقم ما بيطلع صحيح؟ شوفوا هسه ايش رايد المطلب الثاني قالنا يا؟ دايميشن اوف ريسبريكيتنج معناته شنو؟ بام سلندر اير بام سلندر يريد ابعاد الاسطوانه المال منو؟ مال المضخه مال البستم مال المضخه يريد الاسطوانه السلندر مالته ابعاد يعني شنو ابعادها؟ منو من ابعادها؟ كم بعد هو بها الاسطوانه؟ قطر والارتفاع يريد القطر والارتفاع اللي هو ار الطول او الارتفاع يريدهم ها اف شو يقول لك؟ ترانس مطيك 240 ار بي يعني عدد الدورات مطيك عدد الدورات مطيك الان مال البام شو تساوي لنا 240 ريفوليوشن شوف ريفوليوشن بير مينيت مينيت ماشي شنو معناته مطيك على الدورات بالدقيقة اللي هسه سولفنا عنه هسه سولفنا عنه وش مطيك بعد مطيك نسبة الال على دي ال على دي واحد في ساوي لنا 1.5 شو يريد منك دايمنشن راح نجي نكتب معادلة المضخة ايش عندنا معادلة المضخة واي على 4 ايش عندنا ال في اي نفسه شوف ال في اي راح يساوي لنا باي باي 4 دي سكوير في ال في ان ماشي ايش عندنا لحد الان شوف مثل ما قلت لكم هذا الرقم هو نفسه الحجم اللي يخرج من المضخه بواسطه المضخه خلال ساعه هذا شلون هذا نقدر نستخرجه او المن عادله المن الحجم شوف الحجم ها شنو هاي مساحه الدائره مساحه الاسطوانه مساحه دائره الاسطوانه في طول الاسطوانه ها في العين في العين ها هسه نحولها في عين الان ايش منطينا يا هسه نجي على الساعه وش اسمه اذا هذا الرقم هنا نفسه عندي 10 105.1 شو يساوي لنا باي باي 4 دي سكوير زين احنا ايش عندنا الدي وعندنا الال مجهولين ايش منطينا هو 1.5 منطينا هاي المعادله ايش اقدر اخلي اما اخلي هنا دي او ايش اخلي اخلي الال خلنا نقول الال شو يساوي لنا 1.5 دي اذا ايش راح اسوي اجيب هنا دي تربيع في بين قوسين راح اشيل ايش اخلي 1.5 دي ماشي هنا اوكي 240 زين ايش عندي هنا عندي هنا هذا ايش بيه هذا ريفوليوشن على ايش قلت على منت انا ايش عندي هذا المقدار في من شوف الوحدات هاي احكيكم عليها هاي يجي الطالب شو يسوي؟ هذا الطرف وهذا الطرف يخلي مثل ما هو يحل يطلع ناتج. بعدين ايش عندنا هنا بيا وحده؟ بالمنت هنا ايش عندنا؟ يصير هذا الحكي؟ ما يصير. اذا هذا المنت شلون احوله؟ نقسمه على 60 اقسمه على 60 ايش بيها 60 صعد لي فوق؟ مو؟
او لا واحد يقول لي انا بدي احاول الساعه انا اضربه بي من هذا ماشي هذا شلون اضربه في 60 هذا ايش قد هذا هذا ايش قد هنا متر تكعيب على ايش قد على ساعة. على ساعة ساعة ذا حاول ايش اسوي لها في ايش قد يعني اقسم على 60 يعني اقسم على 60 يعني ابقى بالمقام واضح اما هاي 60 هنا اقسمها مو هو وين صايره الساعة الساعة وين صايرة بالمقام ساعة شلون احولها الى دقيقة اضربها في 60 من الاكبر الاصغر فبالمقام افضل اي بينما هنا وين هنا بالمقام بس قسمتها فتصعد فهي شوف ال 60 60 اما تصير هنا شوف يا رياضيات فعلا شوف ال 60 اما هنا او اذا اقلبها شوف هنا هي نفسها نفسها فهو تحويل وحدات عندكم تفهموها يعني شوفوا مو فد شيء يعني معضله عندك تحويل وحدات فد شيء وتخليها ما ابي احل احول لا تحويل وحدات مهم هذا رقم 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 هذا 60 رقم يعني مو تستهزئ فيه بجسمك اذن لهناك واحد عنده سؤال؟ لا اذن الدي من المعادله هاي طبعا راح يصير دي تكعيب بعدين جذره اخذ هذا الطرف انقل هذا الطرف اصف فيها معادلتي استخرج الدي الدي ايش قد يطلع عندي؟ 0.39 متر زين عندي الدي موجود عندي منها شو استخرج؟ استخرج الار اجي اقول الار يساوي لنا 1.5 في 9 التسعة في 3.9 يطلع لنا الأرض سنطلع اي نفس الشيء تقدر 5.8 شلون تحوله؟ تقسيميه ها في 10 السالب 2 اقدر اكتب هنا قبل متى ماشي؟ الابعاد اللي صارت هاي شنو عندي؟ الابعاد هو شنو هذا رايد الدايمنشن دايمنشن العفو اوف سلندر اوف ريسبريكيتنج اير بامب ريسبريكيتنج اير بامب الال مالتها ودي صار معلومات عندي فاضي من عندي شو يريد مني بعد؟ هاي الان تعرفوها سهله صارت علي الان شلون استخرجها؟ في كل في نوعي الام في شو يساوي لنا؟ في كل على البي نوعي على البي النوعي في جي في جي ات 30 ات 30 هاي من الجدول اما الفي وين هالفي؟ لبس هالفي ها؟ لبسها بس شنو راح تصير عندي بدلالة من؟ دلالة الزمن راح تصير عندي. لان ذيك ذيك المسائل كانت بدلالة ستيم ها؟ دلالة كيلوغرام او ستيم. فانت عادي مثل ما تنطيك اياها تستخدمها. اذا هنا الام في شو تساوي لنا؟ 10 105 105.1 على ستارت الفيجي طبعا تكتب لي نفس الشيء نفس العجل تقول لي فروم تيبل فروم ساتوريتد ستيم تيبل ات تي يساوي لنا 30 درجه كوندنسر ايش عندنا؟ عندنا الفيجي شو يساوي لي؟ شو قد مستخرج هالفيجي؟ 32.89 اذا هنا 32.89 زين ايش عندي اني؟ اكو شيء بالوحدات؟ لا ليش هاي بها وحده هنا متر تكعيب على كيلوغرام هنا نفس الشيء وحداتي مضبوطه متر تكعيب على ساعه زين اذا هنا العفو هنا وحداتي اي متر تكعيب فاذا هنا متر تكعيب على متر تكعيب على كيلوغرام بس عندنا ساعه هنا هالشيء كم راح يصير مو متر تكعيب على ساعه على هذا جد هنا هم متر تكعيب على كيلوغرام فهذا هذا ينقلب هذا ينقلب مو؟ نعم هو شكل رياضيات هذا يصعد يصعد بقى يصير كيلوغرام على متر تكعيب شوف بعدنا بعدنا كيلوغرام على ساعة قد المقدار؟ سيد يطلع 31.31.17
كيلوغرام على الساعة. هذا السؤال اكو سؤال مثله اللي قلنا بالواجب اللي هو صفحة